شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وذلك بهدف تقديم 100 منحة دراسية كاملة بفروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية لخريجي الثانوية العامة المتفوقين من أبناء محافظات الصعيد من المدارس الحكومية، وذلك بحضور رؤساء فروع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.